احتفى الأبطال في الموسى بانتهاء التصوير نهائيا، وظهر فريق العمل وهم يحتفلون بانتهاء التصوير. حرصت النجمة العالمية ناتالي إيمانويل صاحبة شخصية ميساندي الشهيرة في مسلسل Game of Thrones على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورها من مشاركتها في حفل جمع تبرعات لصالح مؤسسة اليونيسف العالمية. حرص النجم العالمي جون كلود فان دام على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة للبوستر الرسمي لفيلمه الجديد الذي يأتي بعنوان Double X2 Action والمقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي. قررت النجمة العالمية مايلي سايروس أن تستثمر نجاح كليبها الأخير Making of Midnight Sky والذي حقق نجاح ملحوظ فور إطلاقه، حيث قامت سايروس البالغة من العمر 27 عاماً بإطلاق مقطع فيديو وصلت مدته إلى قرابة 6 دقائق يحمل كواليس تصوير Making of Midnight Sky، وذلك على قناتها الخاصة على موقع اليوتيوب.